اهلا بكم جديد وفيديو جديد ومعاكم رانيا. الفيديو بتاع النهارده هنعمل حلو سهل وسريع وصيفي، هنعمل كيكه الفواكه بالجيلاتين والجيلي. يلا نبتدي. واللي هنحتاجه لوصفه النهارده طبعا الفواكه المتاحه عندك استعمليه. انا عندي فراوله وكيوي وتفاح وموز وعنب وبرتقان، هو دي الفاكهه اللي انا ناويه استعملها. وهستعمل برضو قالبين، او القالب لو ما عندكيش القالب اللي هو بيبقى من السيليكون ممكن تعملي فيه حله اي حجم انت حباه. اول حاجه هنستعملها، انا جايبه هنا عندي ميه 500 مللي من الميه اللي هم تقريبا هيطلعوا كوبايتين، وهنزل عليهم بعد كده بنص كوبايه سكر حبته ناعمه، وهقلبه لغايه لما احس ان السكر بدا ان هو يدوب. وبعد كده هبتدي ان انا احط الجيلاتين. طبعا انواع الجيلاتين بتختلف على حسب النوع بتاعها. طبعا انا عندي الجيلاتين ده انا جايباه في علب، هستعمل مبدئيا معلقتين صغيرين من الجيلاتين واحطه على النار، وهبتدي ان انا اقلبه لغايه لما الجيلاتين والسكر ان هم الاقيهم ان هم ادابوا، بس احاول ان انا ما اخليهوش ان هو يغلي. في انواع تاني من الجيلاتين بتحتاج ان هي تغلي شوية علشان الحبيبات بتاعت الجيلاتين تدوب. وهنا بعد ما خلاص دوبت الجيلاتين على النار هحط كمية صغيرة في الحلة من تحت، وهبتدي ان انا اوزع الفاكهة بشكل حلو ومتناسق علشان يدي المنظر الحلو بعد ما تتقلب لما تبرد. هبتدي زي ما انتم شايفين هبتدي بالكيوي، وهنزل بعد كده بكل انواع الفاكهة اللي انا موجودة عندي. وهنا اول طبقة اللي هي في الحلة من تحت احط عليها كمان شوية الجيلاتين علشان ان هي تبقى دي المركز الاساسي بتاع الكيكة بتاعت الفواكه بالجيلاتين والجيلي، وهكمل بعد كده رص كل الفاكهة اللي عندي لغاية لما تخلص. بعد ما خلصت هحط كل كمية الجيلاتين اللي عندي عليها زي ما انتم شايفين كده ان هي اتغطست خالص، هحطها في التلاجة لمدة تقريبا ربع ساعة. وهبتدي دلوقتي تحضير اخر مرحلة اللي هي الطبقة الاخيرة من الجيلي. مجرد عندي برضو 450 ملي من المية، وحطيت عليها باكو من الجيلي الفراولة ده اللي كان عندي. وهبتدي دلوقتي اوريكم ان هي بقت ماسكه ازاي. هنزل دلوقتي كميه الجيلي عليها واحطها في الثلاجه لمده ساعتين على اساس ان هي تبقى جمدت كلها وتبقى جاهزه للتقديم. وهوريكم دلوقتي شكلها بعد ما اتجمدت وبقت جاهزه للتقديم.
ده القالب اللي انا كنت عاملاه قبل كده بالقالب السيليكون، وطبعا كان طعمها جميل جدا جدا ومشهي وحاجة حلوة للصيف. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه وتسيبوا لايك وكومنت في الكومنت سيكشن، وأشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.